يقول لي أحد رجال الأعمال: مات أبي وكان لي إخوة من الأب كانوا أكبر مني، مات أبي وله أرض كبيرة، فلما أن انتهى فترة العزاء وابتدأوا يقسمون الأرض هذه الكبيرة، إذا إخوتي الكبار يأخذون وجه الأرض ويجعلون لي أدناها وأسفلها في مكان لا يمكن أن يبنى فيه بناء. قلت لهم: العدل هذا نوع من الظلم. قالوا: تريد ذلك؟ وإلا فاضرب رأسك في أقرب حائط عندك. اللهم صل على محمد. يا إخواني، أنا أخوكم والدماء في عروقي هي دماؤكم. قالوا: ليس لك من الأمر شيء ولا تعترض. قال: فغضبت وأتيت إلى أمي وقلت لها: أماه، إخوتي منعوني ومنعوك وأخواتي حقي. قالت: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: فانفتح لي في الأفق نورا أضاء لي ما بين مكاني إلى أرض نجد التي أريد الرحيل لها. قال: فلما أصبحت ذهبت إلى إخوتي وهم يجتمعون في بيت لأكبرهم، فقلت: أشهدكم أن الأرض التي منحتموني إياها هي هبة لكم، قد تنازلت أمي وأختي وأنا، ونحن رزقنا على الله. شدهوا. قال: فانطلقت إلى الرياض لا أجد أجرة من يحملني إليها. دخلت الرياض واستندت إلى مكان في أحد شوارع الرياض التجارية من الإنهاك والتعب بعد رحلة طويلة. قال: فلما أن أذن العصر وصليت وعدت إلى ذاك الباب، إذا بذاك المعرض يفتح، فلما فتح صاحب المكان المعرض التفت إلي وقال: أتريد عملا؟ قلت: نعم. قال: وابتدأت ولا زال يحدوني الأمل. يقول: بعد رحلة استمرت أكثر من 40 سنة في العمل، صار يؤسس الشركات تلو الشركات بشراكة ذاك الرجل الصالح الذي عمل معه واستأمنه على ماله. يقول: يا شيخ، أتيت بأمي وبأخواتي وتزوجت بعد ذلك وزاد المال وكثر الأبناء حتى عدت إلى إخواني الذين طردوني من حقي لأبني لهم بيوتا كبارا في الأرض التي انتزعوها مني وأقدمها لهم هدية. رزقني الله. لو لم تدع أمي تلك الدعوة والتي رأيت من بركة دعائها أن كل عسير بين يدي سينقلب يسيرا وكل عسر سيكون يسرا، وإلا لجلست عند إخوتي أبكي إلى اليوم أنهم ظلموني. كفكف دمعك واعلم أن العيش بالأمل معنى ذلك أنك أفضل من أولئك المحبطين الذين كسر الشيطان والأحزان ورفقة السوء والمحبطين والمتشائمين كسروا مجادف الأمل.